الشيب عمر السميري وممتاز كذلك رامي الحاج سالم في الامداد وممتاز جوا التوزيع من عمر كرة الكرة رامي الحاج سالم يسدد على العرض على عرض كرة توزيعها عالية في القائمة الثانية ويدخل الدفاع والكرة تمس اللي فاني رامي الحاج سالم رامي الحاج سالم يحافظ على كورته انيس خضر انيس خضر في الخلف الى محمد امين بن عمر بن عمر اشرف كرير يلعب الكره طويله بالراس بد من الجرينتا ولا بد من القلايب بالنسبه للاعب هلال الشابه تصويبه قوي شادلي حاج محمد هجمه جديده للهلال لكن تتقاس من دفاع على مستقبل الرجيس وترجع الكره على اليمين تمشي ضربه ركنيه لفائده مستوي مساعد ثاني سليمان جبنياني والحكم الرابع هو مراد الجربي ترجع الكره من رامي الحاج سالم الى كونستون كوامي تتقاس الكره من دفاع المستقبل ترجع الى رامي الحاج سالم على اليمين مراوغه اولى وثانيه وتتقص الكره لكن يسترجعها وتمشي هجمه محمد امين بن عمر عزيز عبد الرزاق لمسه واحده في الاتجاه يزيد الشماخي ما ياخذش الكره ترجع من محمد امين بن عمر كره الانتقالات الشتويه وهذه الكره من صابر خليفه ترجع من رامي الحاج سالم كره في وسط الميدان بالراس ياخذ تمشي كره طويله بالراس ترجع من رامي الحاج سالم والكره في التماس لفايد رامي التماس يلعب في اتجاه صابر خليفه لكن ترجع من رامي الحاج سالم بالراس ثم يزيد الشماخي ياخذ الكره المعتصم لاسكندر العبيدي اسكندر العبيدي يوزع الكره عاليه بالراس ترجع من رامي الحاج سالم في مرابوله ثم لاري عزوري وبورتو احمد خليل يهز الكره لليسار لكن رامي الحاج سالم بالراس يرجع كره طويله في اتجاه احمد خليل يضغط المعتصم بالاسكندر لكن بلاش للمستقبل الرياضي برجيج على الاتحاد المونستيري وهلال الشابه ومباراة هنا في ملعب احمد خواجه بالمهدية في نجاك مبيه بعد تمريره يقطعها رامي الحاج سالم يمشي في التماس ترجع الكره الان رامي الحاج سالم يقطعها يبحث عن الكونتر اتاك يضرب الكره في يوسف العمري بالراس سهيل بن عثمان والازدواجيه من رامي الحاج سالم يحصل الكره وممتاز رامي الحاج سالم والكره في مستقبل الموسم هذا يعني وكاني به خارج الميدان افضل من انه يلعب هنا بملعب احمد خواجه بالمهدية من جيلاني عبد السلام مراد الهذلي الى فادي فالحي تتقص الكره تتقص الكره من في الكرات الاخيره من الجانبين وهذه كره جديده تمشي رميه يلعبها طويله الى مراد الهذلي ترجع الى وسط الميدان نادي ان شاء الله الاولاد يرجعوا في المباراه ثم نادر قارة تعرض من الدفاع من جديد وبعيد الهدف في الدقيقة 42 ترجع الكرة نادر قارة كرات فضائية مراد الهذلي هذه توزيعة طويلة من محمد أمين النفسي في اتجاه سامح صبر رمضان يوزع وكونسترو كومي بالراس مسيرة الكرة يوسف الخميري وممتاز رامي الحاج سالم يفتك الكرة رامي الحاج سالم يحط الكرة في التماس في الأذنان خلف لفائدة الترجي الجرجيزي ممتاز الحضور لكن ممتاز رامي الحاج سالم يفتك الكرة المعتصم بالله اسكندر عبد الحسن السيود إلى رامي الحاج سالم إلى عمر السميري محمد حسن نادي القميص رقم 14 قميص يعني الكثير بالنسبة ليوروما أحمد الحاضري يغير اليمين وين موجود رامي الحاج سالم رامي الحاج سالم يلعب مع المعتصم بالله اسكندر المعتصم إلى رامي شود محمد أمين بن عمر يلعب في الخلف إلى رامي الحاج سالم ترجع الكرة كيوروما كيو على أمواج راديو ام اف ام الذي يؤمن لكم هذا النقل المباشر مؤمن الزبيدي كيما محمد حسن السيود ايمن السيود رستم السيود مضطر يرجع في الخلف الى رامي الحاج سالم بلمسه واحده للمعتصم لكن لمسه واحده خليل القصاب يلعب في اتجاه ادم الداوس الداوس لكن ممتاز عمر اللمدي ممتاز كذلك عمر اللمدي
يعني صراحة وللأب الشراكة مع وحدة الإنتاج الخاصة كابيكا بروز. هذه كورة في وسط الميدان كيورو مع عمر السميري ياخذ الكورة قبل ما تخرج ترجع من رامي الحاج سالم. رامي الحاج سالم إلى عمر السميري مرة أخرى في وسط الميدان ترجع من راس حازم اللمطي ثم رامي الحاج سالم محمد جمعة. رامي الحاج سالم تمشي كورة طويلة مصطفى تشيوا ترجع من رامي واحد ضد واحد مع وائل بن عثمان يدخل رامي الحاج سالم ترجع الكره الان انيس سبب اغرب اللاعبين صايمين لذلك يمكن ماناش باش نشوفوا مستوى كبير في مباراه اليوم. دخل امين جاب الله ترجع الكره بالراس في اتجاه عمر السميري ممتاز الكنترول يبقى توازنه. ما زلنا عند انطلاقه المباراه زالت المباراة عند نقطة البداية. هذه كرة من وائل بن عثمان البحث عبر رامي الحاج سالم كونستانس وامي كوامي إلى أنيس خضر إلى عمر رامي الحاج سالم لمسة واحدة إلى جاسم الحمدوني. الحمدوني يزيد بسرعة الحمدوني يبحث عن التوغل يتوغل وائل بن عثمان. قلنا بشر بتشكيلة المستقبل الرياضي برجيش حازم اللمتي رامي الحاج سالم الى محمد جمعه يخلط على الكره قبل ما تخرج عمر اللمطي يستدر الى رامي الحاج سالم محمد جمعه عمر على كورته يستدر محمد جمعه الى رامي الحاج سالم البحث عن التوزيع يرجع الى محمد جمعه مره اخرى البحث عن يوسف جعوافي موجود وائل بن عثمان رامي الحاج سالم محمد حسن السيود حازم يعني مهاجم مكان محور دفاع او لاعب محوري. هذه كورة الميدان يلعب في اتجاه رامي الحاج سالم كورة في اتجاه محمد بن الله اسكندر انجيستاندي يلعب مع مالك بعيو لكن موجود رامي الحاج سالم يلعب مع محمد حسن السيود لمستقبل رجيش رامي الحاج سالم طويلة فؤاد التيمومي كرة الهذي الآن هجمة جديدة وتوزيعة بعيدة على فادي الفالحي ترجع الكرة رامي التماس تلعب طويلة جيجوا جيجارا ترجع الكرة المستقبل رجيش الكرة عند معتصم بالله الى انيس خضر قائد الفريق ترجع الكره الى محمد حسن السيود الى رامي الحاج سالم محمد حسن السيود جمله من النقطه على العيفي تمريره يتفضل رامي الحاج سالم يدرج بالكره يحاول يكسب بضعه امتار يلعب مع عمر السميري التمريره يقطعها رامي الحاج سالم كره في وسط الميدان حازم اللمطي وحده محمد حسن السيود حازم اللمطي والمهاجم احمد الحاضري المعتصم الى رامي الحاج سالم تمريره بينيه الى جاسم الحمدوني ترجع الكره من رامي الحاج سالم الى مسلم جسمي يغير كليا لليسار موجود رامي الحاج سالم ممتاز الترويض يلعب في الخلف الى كونستون كوامي الآن يدخل أنيس خضر ممتاز يفتك الكرة متوسط ميدان المستقبل الريادي برجيش طبعا قنين في وسط الميدان كرة للرواق لكن موجود رامي الحاج سالم أسبق من رضوان الزردوم ترجع الكرة من رامي الحاج سالم كرة طويلة مصطفى تشيتشيوا يفتك الكرة مصطفى تشيتشيوا ترجع من رامي الحاج سالم يغير كليا أنيس خضر يلعب مع رامي الحاج سالم كرة طويلة في اتجاه عمر السميري يدخل بها أدينا جوين جوا رامي الحاج سالم التوزيع الآن والكرة داخلة في مونتاج التسديد كما جات محمد جمعة في كورته المعتصم يلعب اليمين رامي الحاج سالم توزيع عالي الكرة البحث عن أحمد الحاضري رفض جوا الى رامي الحاج سالم على اليمين لمستقبل الرجيش طويله الكره الى جاسم الحمدوني الى رامي الحاج سالم
كرة طويلة في اتجاه عمر السميري، تمر بجهود المعتصم، المعتصم الاسكندري يلعب مع رامي الحاج سالم، كرة طويلة في اتجاه مصطفى تشيتيوا، وقت مالك ما شفناش مستوى كبير، يعني من بعد تسجيل الهدف من بعض المراسل المستقبل الرياضي برجيش، يعني الدرجة الرياضي جرجيس. الدربي ديما عنده خصوصيات وكل، نحن ما شاء الله دي جوار اكسبيرمونتي، عرفنا كيفاش نربحوا ماتشورنا وهذاك المهم، ما يهمناش في المانيير كيفاش، هي البلوز امبورتون هما 3 بوان.